خويا احنا نرى في بسعيدان خرج تاع الرغايه راح يكون الله بوبال هنا هكذا احنا الشعب كاع ما راهوش راضي بهذا الشيء عندنا لازون عندنا الوا تاع الرغايه بليس دو سا يدير لنا لابوبال ها هذه بزاف واك تشوف انا كاع راهم خرجوا باش يهضروا على هذا الشيء على لابوبال راح يديروا لهنا ما يخص هذه المفرغه اللي راح يديروها الوزيره مدير البيئه المسؤولين كاملين يقول لك قمنا بدراسه تاع المشروع هذا المشروع كيفاش درسوه من الناحيه الايجابيه ولا السلبيه من الايجابيه تاعو راه هنا السكان ما كاش 140 متر 50 متر ويقول لك هذه دراسه المانيه وجبنا ماتيريال من المان هذوك المسؤولين المانيين يا خويا احنا ما عندناش ثقه في المسؤولين تاعنا ما عندناش فيكم ثقه لا راكو قادرين ديروا هذا المشروع كما كنت تقولوا بهذه الجوده ديروه وين تفتخر به الجزائر ديروا مقام الشهيد قول لهم هاي لا ديشارج وما كانش الريحه ماشي تجيبه لي عندي هنا بلاصه مساحه خضراء ما عندناش طلبوا من السلطات العليا يغزروا لنا هذه المفرغه العموميه اخويا باسكو هذه وزيره البيئه قالت لهم ديرها سكاره حنا نطلبوا من السلطات ينحوها قالت لهم ديروها سكاره اخويا وحنا نجيبوها من وراها حتى تنحى احنا هنايا راح ترجع مشكله في 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 مشكل كبير على على مستوى ثلاث بلديات هي بلديه رغايه وبدواو والبحري وبدواو وما كاش حتى واحد ما تحرك ما جا لهنا ما شاف ما قال واش راه يصرى يسمع ياخذ القرار ولا المهمه تاعو في القصر تاعو يخرج لهنا ويشوف ما كان والو ويعرفنا باللي الناس احنا ناس مسالمين قدرنا نتحكموا في ولادنا الحمد لله وجبناهم اللي عندنا يقفوا وقفه احتجاجيه سلميه باينين باللي الناس هادو عراهم على حقيقه عندنا مشكله هنايا كاين هذا هي المشروع هذا راه يجي يخدم غير بالتخبيه كي يشوفوا الصحافه جات مع الغاشي يدوا الماتريا تاعهم يهربوا هما يروحوا الصحافه والغاشي ما يجوا في الذي يخدموها اللي كيطرس تاعهم راهم يخدموا هنايا لازم الغاشي كاع يتك يعرفوا باللي هذوم يخدموا انوار وما عندهم حتى حق ولازم كامل الناس توقف عليها ماشي لازم غير صغار ولا والحمد لله احنا سكان الرغايه كاع مربيين ومثقفين ما عندناش المشاكل احنا الدوله هذه هي اللي دير المشاكل هذاك النهار جابوا لنا هنايا كازرنا كامل تاع روفورم دخلوا من الحمايه طفوا تستلزموا الديار وشنو هذا احنا استعمار راح ولا مازال ما فهمناش اذا كان مازال استعمار قولوا لنا الواحد يدير حسابه الله اكبر لا روبك ضربوا بها الراس وهذه يا اخي هيك كليمونجار هذه للراس هذو تيراهم من الديار السلام عليكم السلام ورحمه الله حبيت نسقسيك واش صرا هنايا البارح البارح الليل ضربوا زدموا الجدرميه في الديار ضربوني بكليمونجار داخل الدار عام زوج بنتي عايم من راسها قصها هذه في راسها تاع حديد وعندي هذه ازماتيك ها مقش تاعها عندي عروستي هاي ازماتيك ثاني زوج وصدموا علينا للديار احنا ما رحناش للمواجهه هما جاونا للديار وقالوا لنا كلام اللي ما ينقلش لداخل ديارنا احنا نطلبوا من المسؤولين الاولين وعندنا ثقه في الوالي وعندنا ثقه في سلال باش ياخذ اجراءات على الناس اللي صدمونا للديار هذه ديتها للسبيطار هذيك ديتها للسبيطار هاي راسها خارج صور لها راسها راسها ما كاش صور لها راسها عروستي هي راكده في الدار هذيك ماذا بينا
الميساج تاعنا يلحق لرئيس الدولة. عندنا ثقة في رئيس الدولة، في رئيس الحكومة تاعنا، وعندنا ثقة في الوالي تاعنا. يلزم ياخذوا الإجراءات، وحنا ما ضد الأمن، من أمن جانا للديار. قول طبيب. هذا اللي سرقت فيك هاي، هذا اللي سرقت فيك. سنين ونص في عمره، وميم طون مرت بابا، خياتي كاع برا يتباكاو، عندي مرت بابا ما تمشيش عندها قبل 10 سنين. زدت سنة الكاس هذاك البارح. ما تبغيش نبدا خلاص قلبت متراح حتى عندها سيرتيفيكا هذه تاع وليدي كان 3 سنين ونص وياك طيبة كي درت مع لي جوندار قال لي واش عاد دير قلت له اسك عرفت سيرتيفيكا الكليموجين في الدار قال لي لا غالب وتسمى الجوندار تاعك ماشي مدرب بغاش يتيري منها تيتيري في الديار